أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لأن يكون للناس عليكم حجة
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا منهم ولو يرى الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم Moga-moga bermanfaat insyaAllah beroleh ganjaran dan pahala selepas pergi jogging insyaAllah badan sehat jiwa tenang dan mudah-mudahan Allah
subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengkaruniakan iman dan taqwa yang berkekalan, kesehatan yang sempurna, rizki yang barokah dan mencurah-curah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Allahumma yasir lana umurana ya Allah wa wasi' arzaqana ya Rahman wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan kepada sahabat-sahabat saya, kepada saudara-saudara saya, kepada saudara-saudara semua, dan kepada kita semua rizki yang mencurah-curah, rizki yang barokah, yang halal lagi baik, halalan tayyibah, umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, derajat yang tinggi, derajat yang mulia, dan kehidupan yang selesa, kehidupan yang sejahtera, aman, makmur, lagi sentausa, dan keselamatan serta kejayaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keberkatan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ya Allah hingga ke bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah, dan masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajatana innaka antas sami'un alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم.